خبر عاجل: انفجارات وقتلى تفاصيل هجمات منطقة جرف الصخر بالعراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو اللي معانا، أرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو ليصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. 4 انفجارات و9 قتلى تفاصيل هجمات بمنطقة جرف الصخر بالعراق. أفادت وسائل الإعلام العراقية أن هجمات شنها طيران استهدف مقر الحشد الشعبي العراقي مدعوم من إيران في منطقة جرف الصخر. هذه الهجمات نفذتها مقاتلات F-16 أمريكية، ما أسفر عن سماع دوي انفجارات متعددة. كما أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لتوفير الأمن للباحثات الدبلوماسية، شملت نشر قوات وتكثيف التواجد الأمني. أضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية أن الحكومة العراقية تواصل التحقيق بخصوص استهداف البعثات الدبلوماسية. قالت وسائل الإعلام أن الهجمات أسفرت عن مقتل 9 أشخاص و4 انفجارات. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وأرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.